ما يطلعش الزيت هاو ما يكفيش هذا وحده، لازم نديرو لو جيد. هذا لو جيد هو اللي يجيد الانجكتور، ما يخليش مايل، ما يخليش لا مايل لا هكذا لا هكذا لا القدام لا اللورا، يجيبو سواسه قد قد باش هذه تحكم. ومن بعد كي تحط عليها هاك فاش يجي هكذا حتى هذا لو جيد يزيد يعبز على الجوان هذاك، وما يخليش حتى ما يخليش الزيت يسرب، ما يخليش يطلع لفوق. خاوتي كي تنحوا الانجكتور ديما شوفوا هذو لي جيد، هما لي جيدو هذو يجيدي لك اسكو الانجكتور راه واقف سوا ولا متكي هك ولا هك. لا عاد ما فيهاش يعود متكي، لا عاد فيها يعود بيان سنتري. هذا راه هام ياسر باش ينجحوا لكم، باش ينجحوا لكم هذو لي جوان سبي. هذو لي جوان سبي خاوتي كاين بزاف لي يركبوه بالترنوفيس راه ما يركبوش بالترنوفيس. دركا نوريهم كيفاش يركبوا. باش تركبوهم لازم تجيبوا يندوي ساز كما هذه، يندوي ساز هكذا وتركبوا هام كيفاش يركبوا هكذا. ركبوهم في دوي ساز تكون رقيقه كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد واش نديروا؟ بعد ما نطوي هنا الثقبه هذه هاو كيفاش نديروا، نحطوا هذا هكذا. ومن بعد هذه نبقاو دازين هذا المطرك بيان سونتري. ومن بعد نجيبوا تورنفيس شوفوا كيفاش نديروا، ونطبعوا منا ونطبعوا ليكوا منا ومنا هكذا، نطبعوا كلش ماذا بكم حاجه بلا ثاني، حاجه تكون بلا هكذا. طبعوا لهنايا قدام شوف هنا طبعوا لهنا كما راكم هكذا لو تور تاعها كامل طبعوه. شوفوا درك كيفاش يركب او راكب طريبيان. درك كي يجي فوق درك كي نحط الانجكتور هذا لو جيد هذاك هو اللي يلض على شوف خاطر شوفوا لهنايا الانجكتور شوفوا هذاك لو جيد تاع بلاستيك شوف كيفاش يلض على الجوان سبيل لهنا. وديما ما تسيروش هذو لي بولون، ما تسيروش هذو لي بولون حتى تركبوا التويو تاعك هذا باش كلش من بعد يجيكم ساهل هكذا. تسيروه بيديكم برك، ثم تسيروه باليد يكون مليح. وانت ديروا هذيك الساعه لي بولون كاين واحد منا وواحد من هنا بين كليما سيس. خوتي هنا راني ما نستعملش لاكول بصح في هذه في هذا المحرك راني درت لاكول، وعلاه خاطرش عاودناهم خطره وقاعدين يسيلوا. راني شاك في اللي باللي هذو لي زانجكتور هنا وين يحكم لو جوان سبي تلقاه مجروح، العاد مجروح يطلع الزيت. مالا درت لاكول باش ان شاء الله ما يزيدش يطلع الزيت. انتوما لا شفتوا لا عاودتوا خطره ما ديروش لاكول الا لا زاد عاود دار المشكل عاود طلع هذيك الساعه ديروا لو جوان سبي والجيد وديروا لاكول تاعك. خاوتي هذا الفيديو لا عجبتكم ما تنساوش تابوني في لاشين حميد ميكانيك في الصفحه فيسبوك حميد ميكانيك، وما تنساوش ديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو اخرى ان شاء الله.